شايفني أنا شايفني لما أتقسم معكم قراءتي أول اطلاع على قصتي من اختيار أصحاب الجنة من اختيار دار التقرب، لأن هذه هي مسابقة تهدف إلى تحبيب المطالعة الحرة خارجا عن المقرر الدراسي. وأنا قد اخترت قصة أصحاب الجنة التي تتحدث عن ثلاثة أخوة ويزوا عن والدهم بستانا كان وفيرا بكل أنواع النباتات، ولكن لحسن حظهما ورثوا عنه هذا البستان الجميل، وكان الأول تبرع بحصة أو بنصفة للفقراء، وحين توفي قرر الأبناء أن لا يتبرعوا بشيء. في اليوم التالي احترق البستان بالكامل فأصبح رمادا، فقالوا لأنفسهم لقد ظلمنا الطريق، لكن سرعان ما اهتدوا وعادوا إلى رشدهم. أراد الله أن يعظهم ويهديهم، فقالوا لأنفسهم سبحانك ربنا إنكم لظالمين.